يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تنموية تنفيذ حملة الأضاحي التي تستهدف توزيع حوالي 5000 كيلو من لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة بالأسكندرية. شهدت الحملة إقامة شادر لتغليف اللحوم وتوزيعها في مجزر كلية الزراعة بالأسكندرية. يشارك في الحملة حوالي 300 متطوع من أعضاء التحالف، حيث تم ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم حتى يتسنى وصولها لمستحقيها. النهاردة احنا في مذبح كلية زراعة في اسكندرية، مستهدفنا توزيع اكتر من 5000 كيلو لحمة على الاسر من شرق اسكندرية لغربها من ضمن مبادرات التحالف الوطني، وده الهدف بتاعنا ان احنا بنوزع تقريبا فرحة على اسكندرية كلها. يعني مستهدفنا ان احنا ما نسيبش بيت الا مدخل عليه البهجة والسرور. احنا النهاردة في تنفيذ حملة الاضاحي هنوزع ان شاء الله لحمة على حوالي 5000 أسرة محتاجة من مناطق اسكندرية النائية. مشارك في الحملة ديت من 350 ل 400 فرد من متطوعين وموظفين لتنفيذ حملة الأضاحي. طبعا احنا تحت مظلة التحالف الوطني. الأيام دي تبقى أهم أيام في السنة، بنحاول ان احنا يعني نفرح 5000 أسرة فقيرة بلحمة في العيد وندخل عليهم الفرحة في أيام مهمة زي دي.